أهلا بكم إلى أهم أخبار الجزائر وهذه عناوينها: حشد 11 طنا من السكر في معمل للخرسانة، إدارة مولدية الجزائر تندد باستغلال شعار النادي لأغراض تجارية، ومحرز يستعرض ميدالياته الخمس ويبعث برسالة خاصة. تمكن عناصر الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من حجز 11 طناً من مادة السكر المدعم في إطار محاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية، وجاءت العملية بعد استغلال معلومات مفادها وجود شركة مختصة في الإنتاج الصناعي لمادة الخرسانة يقوم أصحابها باستغلال السكر بديلاً عن مادة كيماوية تستخدم في تحضير الخرسانة. أوقفت عناصر الجيش 1028 شخصاً من المنقبين غير الشرعيين عن الذهب خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 من الشهر الجاري، كما ضبطت معدات وتجهيزات تستعمل في التنقيب في ولايات تمن راست وإنجزام وجانت. نددت إدارة فريق مولدية الجزائر بالاستعمال غير القانوني لشعار النادي، وأكدت أنها لن تتسامح مع أي استعمال يضر بصورة الفريق. وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن شعار النادي تم استغلاله من قبل إحدى شركات صناعة التبغ، والتي أطلقت اسم النادي وشعاره على منتوج طرحته مؤخراً في السوق. تمكنت عناصر أمن بولاية وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص مختصة في تزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار، وتمكنت العملية من حجز مبلغ مالي مزور بقيمة 80 أو 98 مليون سنتيم، ومعدات تستعمل في عملية التزوير. نشر موقع جول السعودي فيديو للدولي الجزائري رياض محرز يظهر فيه الميداليات الخمس التي فاز بها رفقة نادي مانشستر سيتي، وقال محرز في الفيديو: 5 ميداليات ذهبية، هيا بنا يا أبطال، وهي رسالة خاصة للاعبين لبذل جهد إضافي قبل نهائي رابطة أبطال أوروبا. لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث مرور بولاية الميسان، وتمثل الحادث في انحراف شاحنة وسقوطها في منحدر على مستوى الطريق الوطني 22 بدائرة الرمشي. وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن شخصين لقيا مصرعهما ونقل الثالث إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.